السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول، ده محل إن شاء الله أول مرة نصور فيه، دي حاجات خاصة بالمشاريع بتاعت الكيكة والناس اللي هي حابة تعمل مشاريع الكيكة بقى في البيت والحلويات وكده إن شاء الله، يعني بإذن الله محل ما شاء الله برضك بشركة تبع شركة الصفا إن شاء الله تبارك الله. أهو في حاجات ما شاء الله كتيرة قوي هنصور لكم برضك. طبعا الاسعار للاسف احنا مش هنقول الاسعار عشان الاسعار كل يوم في العالي وكل يوم في الـ في الـ يعني في غلو السكر، في حاجات بتطلع وفي حاجات بتنزل. هي تبع شركه الصفا، المحل الثالث بتاع شركه الصفا يعتبر. اهو ما شاء الله اهي ما شاء الله تبارك الله اهي معانا الحاج سيد، هو متواجد على طول عشان استاذ، لازم استاذ الناس. اهو عم سيد متواجد هنا المحل على طول، بس هو يعني ايه للاسف مش عاوز يطلع معانا بالفلوس. يوسف برضك لو وصلتوا ليوسف في محلات الصفا يجيبكوا هنا، يجيبكوا هو ثلاث محلات جنب بعض، ثلاث محلات جنب بعض ما شاء الله. اهي حاجات فيها كلها موجوده بكميات السوس والاطعم وكل حاجه موجوده ان شاء الله باذن الله. اهي اهي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، جميع انواع كل حاجه بتاعت الكيكه موجوده. ده الكارت اهو بتاع الحاج سيد ان شاء الله اهو. هنجيب لكم برضك الفيديو، هننزل لكم الرقم التليفون على مدار الفيديو باذن الله، عليه واتس وكل حاجه. اداره استاذ يوسف محمود اهو ما شاء الله تبارك الله. المحل ما شاء الله فيه حاجات كتير قوي، حاجات الاسعار بتاعت الكيكه، بس طبعا الحاجات دي بتبقى يعني اسعارها مختلفه كل يوم عن التاني. لو عجبك الفيديو متنساش باللايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصل حضراتكم كل جديد.